صباح الشحال زوين صاحبي، شو راه صباح الشحال زوين. الله اييه كنت كنتسنى تجمع الدار شي شويه حيت يلاه وصلنا حطينا حوايجنا عاد نصورها لكم، ولكن انا اول حاجه فكرت ليها زعما كانت مبرزطاني هو البيسي. خفت البيسي ما يخدمش، علاش؟ حيت الفولت عندهم هنا طايع، عندهم غير 110 بحال البريز ديالهم. ها نتوما كي داير شي البريز ديالهم كي داير هاد لادابتاتور هذا ضروري يكون عندك، جبتو معايا من ماليزيا بقيت خدام به من تما حتى لدابا. دابا غادي نمشيو نتقداو ما ناكلو نفطرو، حيت من البارح ما كلينا والو، على جينا مدقدقين طحنا طيحه واحده. اليوم غادي نديرو غير نقادو امورنا، البيسي نشعلو، نقادو الحوايج، نشوفو ما نتقداو، نعرفو حنا فين وشنو خاصنا وشنو اللي هدانا. حتى غدا ان شاء الله نبداو البروغرام. عندك جوج طيارات، تلخوني الطيارة الأولى 8 تسوايع، الطيارة الثانية 5 تسوايع، وما ناعسينش من المغرب تقريبا، بقيت ناعس، بقيت فايق 24 ساعة بلا ما ننعس. كنا غادي للسوبر مارشي لقينا هو تحت الكانطر ياك، دابا زومينا مزيان، الله يبان لكم واحد الطائر راهو كيصيد الحوت. هاهو 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 هز راسو. المهم يلاه دخلنا دابا، هادشي اللي تقضينا، شي لعيبات ديال الفطور، شي لعيبات ديال الغدا، هادشي كامل مزيد عليها عاوتاني كروفيت تما وشي خضرا، وزيد عليها البيض ولاصوص وطوماط كبيرة ديال البيتزا وباستا. هادشي كامل طلع علينا ب 94 بحال هكاك، يعني بحال قلتي خدمة ديال النهار هنايا، خدمة ديال النهار تريك بحال هادشي هذا. وهذا خير ماشي سردير، هذا ضرب بوزروك. اليوم بغيت نعرفكم على منصة التداول ديال بوكيت اوبشن، منصة اللي معروفة اولا بالسهولة ديال التسجيل فيها حيت ما كتحتاجش فيريفيكاسيون ديال التسجيل. زيد على هذا الشيء المنصة ديال بوكيت اوبشن الكوميسيون ديالها ملي كتبغي تخرج الفلوس ديالك هي 0%، يعني ما كياخذوا معك والو. والتداول في هذه المنصة هذه ساهل حتى بالنسبة للناس المبتدئين، حيت المنصة ديال بوكيت اوبشن فيها اشارات ديال التداول، المؤشرات، وحتى الصفقات ديال المتداولين الناجحين يمكن لك دير لها كوبي كولي، يمكن لك تخدم بها، ويمكن لك اسيدي في المنصة دير تداول حتى لاكثر من 130 العملات، الاسهم، العملات الرقميه 24 ساعه على 24. دابا غادي نديروا واحد التجربه صغيره ديال التداول. وملي كتبغي تسحب الفلوس ديالك يمكن لك ديرها بلا عملات، وكاين بزاف ديال الطرق والاختيارات باش تخرج الفلوس ديالك. جرب واكتشف حتى انت المنصه ديال بوكيت اوبشن من الرابط اللي غتلقاوه في اول كومونتير، سجل ودخل الكود ديالي زروق باش تستافد من 100% كنسبه ربح على اول اداء غدير ابتداء من 10 دولار. احنا خرجنا زينا الماكله وكلشي، نمشيو نصايبوا لا كارت ديال الطوبيس. الجو زوين وزقزقات العصافين، الا شفتي البلاد نقيه عرف حيت تحزق تخلص مخالفه. شي الجمال والطبيعه شحال زوينين هنا الاخوان، هذا كيخلعكم هذا المنظر، هذا راه كلشي ضرائب. فوقكم تبرونز شاو، ولكن مركن ضارب بحال دوك المكسيكيين اللي تيكونوا في ميريكان العريبه. ها داخلين سوق راس تي كون بغينا داك الشيء سهل. انت ضرب ضرب انت اخويا شي كانابيس كلوب نادي الحشاشه من هنا لتويدا ان تتبوقات جعبق. تي الخوت والشمس بحال ديال المغرب، وحق الله وبحال ديال المغرب، بحال ديال المغرب سخونه كطيب. انت شي زريده بحال هكا هادي، هذه ما زرده ما باركينغ ما توزع، هذه طريق ديال المولاي. المهم بلا ما نفرعوا العامل راسو، سي العامل صافي مابقاش نسول فيك صافي. لي زامي شارجينا لي كارت ديالنا، درنا فيهم شهر شهر باش ناخذوا راحتنا. لي كارت كتشارجيهم كيف ما بغيتي. دابا جينا نقطعوا الكورنيش باش نمشيو للجهه الاخرى اللي فيها داك البارك. شوف اخويا هادشي كي داير اخويا. ها انت اخويا ما عرفتش دابا في التليفون هادشي كيبان شويه مظلوم فهمتيني، عرفتي هاد الباطو قداش. احنا اخويا يا سلام، اولا لا
هذوك اللي كيبان لك في الكرياج هذوك راه قفوله هذوك. حنا ما كنقدسوش هذه الدوله هذه بحال راه ما عرفت شنو، غير تنحترموا البنيه التحتيه ديالها، كنحترموا النقاوه ديالها، بلاد كيحترم القانون هادشي اللي كيعجبنا عندهم فهمتيني. هادو ما في اخبارهم شرف المغرب عندنا راه حرز هذا فهمتي، هذا راه السحر الاسود كيديروا فيه السميه الحرف الاول ديالك والحرف الاول ديال مراتك وكتربطها هنا وكتبقى مربوطه هنايا المجلي جديك. عرفتوا هاد القفوله هادو فيهم السميات؟ ترى واحد قال لهم ما كتعرفوا والو انت شوشو، ترى درت صورته هو ومرته اصاحبي، هذا هرب هذا فهمتي. بنادم هنا مربوط فهمتيني، مربوط شحال من واحد انا الطلاق، شحال من واحد تفارق، شحال من واحد انا دات ليه المراه النص، شحال من واحد قتل مراته ولا قتلاته، قصاص انا والله الا قصاص هاد القفوله هادي. انت اخويا صالاد وغديوه الفراكح ديالي اتاي مغربي والخضره فهمتيني، والوجه الحسن راه هي المدام طبيعه الحال. هاد الطريق هادي ديال بيكارات فقط، هادي ديال الناس اللي رجليهم الحمد لله. دابا معكم واحد مغربي ياك اس دي فواحد المنطقه اش دي فهمتي كونتراست. الله على راحة الله الله خوز واحد السكينة، واحد السكينة والله ما كرهت نبينها للعامل. عرفتي حتى الناس كيضرب شوية البط، تخيل كاين البط الوز تا هو كيوقوق شوية، الشجر تا هو تيلعب بشوية. هاد البلاصة اللي حنا فيها شنو مسمينا؟ المدينة ديالها كيكتبوها في البانوات ديال الطونوبيل، مسمينها بيوتيفول بريتيش كولومبيا، ماشي بريتيش لا على بالكم، سميتها بريتيش كولومبيا، يعني كيعتزوا بالولايه ديالو. انا غنوريكم شنو كنشوف دابا، شتي اش كتشوف؟ الله اخويا الله الله، اشنو مورايا؟ شنو مورايا؟ الناس كتمشى بكالا المسائل سي، وشنو قدامي؟ الله اخويا الله، هو علاش هنايا؟ بنادم تيزطل والله يزال واحد الزطل انا شتها، تخيل معايا بنادم كاس بزرده مشى على الجوان ندمت ما كان كبيش. من بعد واحد النعسة زوينة ديال البيكنيك غادي نمشيو نشوفو واحد البحر هنا قريب، شنو نشوفوه كنسرحو رجيلاتنا، الجو زوين وحق الله. اللي جاني غريب هنا الجو بحال المغرب اصاحبي، كندوي على الشمس، الشمس عندهم قاصحة بحال ديالنا سبحان الله. ترى واحد الغابة ديال الله صاحبي، يا سلام شي البنية التحتية عندهم، هادشي باش كيفقصوني انا كيساليو معايا، كتلقى البلاصة منين غاتمشي مقادينها لك شي مول بيكالاج، تقدر تضرب الغابة كاملة على بيكالا فهمتي. ولكن حاجة واحدة خايبة هنا الناس، فواد ما تربي وليداتك تربي الكلاب، تخيل بنادم شاري كلب تيوكلو ويشربو وما كيولدش وليد، المسؤولية يا معلم. الله لا جو الله، وصلنا البحر الشوايات، هادي شوية بوبليك كتجيب الهيطوكي ديالك كتشويه هنا. انت اخويا الاجواء انت راه ما يمكنش، راه تي الاجواء هنا راه ما يمكنش. شوف 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 صبر نزومي ليكم شوية، شوف شوف ترى بنادم عايش اللحظة صاحبي ديال بصح، شوف 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 ويلي على البحر كي داير ما شاء الله. با 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 اسمح لي يا سيد، شوف سي العامل ما غندويش معاك في هاد البلاصه هادي، حيت عارف هاد النيفو هارب عليك. شو 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 ويلي ويلي ويلي، لماذا نحن هنا؟ البحر هنا الخوت بري فهمتيني، في واحد الزبل بري ديال الغابه وديال الشجر ديال الغابه، بحر واعر صح مخزز حيت جا حدا الغابه، داك الزبل ديال الغابه الوراق والشجور وداك الشيء واعر واعر. حنا ما كناش معولين غير نخرجوا في البحر، ما جبنا لا ماي ولا والو، نهار اخر ان شاء الله غنرجعوا لي ضروري.
الشمس اخو الشمس الشمس ولكن راه لومبيونس واحد لومبيونس نقيه صح. دابا الاخوان وقت التحليه فهمتيني راك السكريات مادام راه تغمق ليا عليه باينه تشينغ تشينغ. دابا غنمشيو للسوبر مارشي ناخذ شي تقضيه ابخي مورا غادي نمشيو للدار. حنا دابا كنتقضاو الاخوان هادشي راه ماشي غالي هادشي راه الاغتصاب كناخذ داكشي اللي غنحتاجو ولا كناخذوه ضروري. غتمشي شي بلاد بحال كندا كتلقى شي برودوي غريب بحال دابا هذا جيلي جيلي زعما جيلي بمذاق فانتا علام. عاوتاني كاين هاد البونتا ديال الليمون هما بونتا ديال الليمون بس سليم. حنا دابا جينا ناخذ الطوبيس باش نرجعو تقضينا شي لعيبات باش نتعشاو المسائل غدا ان شاء الله غادي نمشيو للبحر وغندوزو واحد النهار اييه غندوزو واحد النهار كله في البحر ان شاء الله. ها هي المحطه اللي غناخذو منها الطوبيس يلاه نمشيو لها. واحدنا الطوبيس هنا ياك من بعد غادي نتمشاو من هنايا وسط الغابه اخويا باش نوصلوا للدار. الحمد لله جينا للدار بخير ترونسبور نقي طريق نقيه كلشي نقي. دابا غادي نرتاح نضرب واحد التويشه نقاد الامور ديالي. جيت شويه اليوم للدار بكري علاش حيت عندي شي حوايج خصني نقادو. بالنسبه للتقضيه تقضيت البارح واليوم زدت شي الحوايج بحال هادو خبز ديال ساندويتش بغينا نديرو ساندويتش اليوم انا في البحر. زدت المخللات على قبل الساندويتش هاد الزيت هاد الزيت باش زوين غير كيطرش فهمتيني. هذا هو الدواء اللي خديت على قبل شويه ديال الرواح فيا خديت جوج حبات ناضي نقصت بزاف ديال الرواح صافي. زدت شويه الخضره هادي خديتهم ديجا البارح لاصوص والخس وكذا خديت ياغورت على قبل الفطور. البيض اخويا البيض عندهم بنين هنا ماش كيديروا فيه قزبره معدنوس نعناع بغيت ناخذو مي عندهم واحد النعناع في شكل فهمتيني بحال المتحول. دابا كنتقضانا غير على قبل نهار ولا يومين فهمتي باش ما يضيعش ليا داكشي باش ما يبقاش ضايع وباش ما خسرش فلوس بزاف. بالنسبه للوجبات فهمتي الوجبات على برا تقدر وجبه وحده الثمن ديال وجبه وحده يخلص لك تقضيه كامله. انا من الاحسن انا كنفضل نتقضى ونطيب في الدار داكشي عارف شنو فيه فهمتيني وبنين احسن من برا. صباح الخير مع هاد المزيكا ديال البسطه فهمتيني مع الصباح كتصبع على البسطه كتصبح 5 5 واخا الماكينه ديال الصابون عندها السيده هذه قديمه ماشي مشكل. اليوم عندي شي خدمه خصني نديرها غير في البيسي يعني ما نخرجوش غنمشيو غير نتقضاو شي حوايجات ونرجع. هذا سيدتي انساتي الكتيب شي قدو قداش مال هاد الكتيب هذا خاص كيفاش تتعامل مع الزبل. الزبل هنا كيتفرق على حساب النوع ديالو على حساب واش يقدر يتروسيكلا ولا ما يتروسيكلاش على حساب الماتيار ديالو جاج حديد. هاد الناس هادو هنا ما كيضحكوش كلشي هنا محسوب على حساب الريجيون اللي انت فيها على حساب كلشي تيني انت ستاتيستيك ما كيضحكوش. حنا راه الشانطي بغينا نصايبوه راه كنجيو كنزفتو شو هاد الناس الزبل حاجاكم. احنا في الطريق غادي نمشيو شو تقضاو شي حويجات حيت هنا لي مارك اوريجينال رخص من المغرب للاسف. واش غادير هادي هي الطريق للطوبيس نشدو الطوبيس نمشيو نشوفو شي حويجات وموراها نمشيو لواحد البارك نضرو فيه دوره خفيفه موراها غادي نتقضاو داكشي اللي خاص هاد الماكله وصافي نرجعو. كيف ما قلت لكم عندي اليوم خدمه خصني نخدمها في الدار في البيسي حتى الغدا ان شاء الله غادي نضربو واحد التبحيره 5 5 الجو زوين ولا اشجار شو الشجر تبارك الله قداش صح. هانتوما على حساب الحلقه الاخرى اللي درت ديال الاحتلال الملك العمومي هذا هو الرصيف ديال الراجلين هادي اللي على اليسار هاد البلاصه الخضراء هادي ديال البيكالات واللي هي الطوموبيلات. فاش كتوصل نتايا هنايا كتبغي تمشى وكتقطع لك الطريق ما غاتمشيش جيت البيكالات ولا ها انت غاتمشي من هنا ها انت وغتلقى واحد البلايص تقدر ترتاح فيها المسعوده ديالك وغتلقى عاوتاني منين تمشى ها تمشى من هنا هنايا بيكالات وهنايا انت ملي كتمشى ها انت وكتمشى وكتشجع بالوريدات وكذا فهمتيني غير ما تقطفش الوريدات فهمتيني وخا تكون معاك المدام ديالك ما تعطيهاش وريده حيت راه غتطلع لك هذيك الوريده ب 1000 درهم. شوف بالمزغب بي بالمزغب كيش عنده عيني ولا ما عندوش
جينا ناخذوها قرعه ديال الماء تلفنا في هادشي. كتكون كتقضى في الحوايج حتى كتلقى اللوغو ديال الحديقه مشفوره شي ما عرفنا شكون سبق، واش هما شفروا منه ولا هادو شفروا من الحديقه. من بعد واحد الساعه ونص ديال الدوره نخوكم غيدخل يقيس شويه رطات هنايا ودي تيشيرت هنايا وشوميز. نوريكم لا كاليتي كي دايره صاحبي، هاد الناس ما كيضحكوش. شو لا كاليتي كي دايره صاحبي، اليوم غنديرو الاوتفيت. صافي الخوت تقضينا، كنا غادي نتقضوا لمدام حويجات الساعه، صدقت انا هو اللي مقضي الحوايج بزاف. دابا راجع للدار ان شاء الله، غير نرجع نمشي نخدم. وفانكوفر عندها ثالث انقى هواء في العالم، فهمتيني؟ يعني دابا انا كنشم انقى ثالث هواء في العالم. لي زامي من بعد ما خدمت شويه خرجت نتقضى، عندهم شي حوايج هنا في السوبر مارشي اصاحبي، راه ما عمري شفتهم اصاحبي. مثلا غير اوريو، دابا شي اوريو عندهم هنا هارب. انت شو اوريو هنا كاع ما عندنا هادو، اوريو كاب كيك. شو عندهم عاوتاني؟ اوريو حلويات. دابا خوكم في الطريق الى الرجوع للمنزل، هادشي اللي كتشوفوا دابا قدامكم هما ثلاثه ديال الطوارد الزبل اولا اربعه هادو، هما ديال الروسيكلاج، واحد ديال الكاغيط، واحد ديال الدجاج، واحد ديال المواد الغذائيه. سيداتي انستي صباح الخير، خوكم باقي معمش. فطرنا دابا كنوجدوا غادي نمشيو للبحر ان شاء الله، نمشيو نتبحروا هنايا. دينا معنا 20 درهم ديال الباراسول نصابه ولد الحرام. دينا معنا غديوه ديالنا شي حاجه بسيطه. هذا البحر هذا جا حدا البارك، يعني جا حدا الغابه، تقدر تدخل تظلل، تقدر تدخل تشمش، ولكن ضربوا لي الحطه اخي، ضرب لي الحطه. فولكم اوريجينال. خاصكم تعرفوا ان في هاد البلاد اي حاجه زوينه عندها ثمن. الا شفتوا الحومه كزوين راه عندها ثمن، الا شفتوا قديم شمشه ماشي بحال كيبيك حيت عندها ثمن. ضاربين السنيديلات، الجو سخون تبارك الله. احنا في المحطه ديال الطوبيس، ها هي 246. الطوبيس يجي من هنايا 246 داون تاون. وانت جالس هنايا كتغدى، تقدر تحط الطوموبيل ديالك ليه في الباركينغ اللي ما فيهش كاع شي حساس. من بعد ما تكينا الخوت جاني واحد الناس، راه الجو هنا راه ما يمكنش اصاحبي، هو زوين اصاحبي، الشمس خفيفه، برد خفيف، زوين. دابا غنمشيو نتمشاو في البارك شويه، نسرحو رجيلاتنا. دابا غادي ندخلوا للغابه، غادي نقطع وسط الغابه باش نخرجوا في واحد اللاك منظر جميل. هاد الحائط ماشي حائط، هذا غير جدر ديال شجره طايحه. شحال كبيره شوف. كتجي كتعيا كتلقى بحال هاد البلايصه، ندير لكم شويه الرابع سمات، وكتجلس هنايا وكتمنظر مع راسك. يا سلام، الله، هذيك هي المدينه داون تاون، الراحه النفسيه.
هذه هي الخرجه ديال لاك وديال بارك. خرجنا منهم دابا خرجنا في داون تاون، دابا غادي نمشيو نتقداو شي لعيبات خاصينا. زامي يلا خرجنا من سوبر مارشي اليوم العشاء فيه الكالامار، لي بيبي ديال الكالامار. هادو هما البيكارات اللي كيتكراهم هادو، انا ما بغيناش نكريو دابا، باغي نتمشى ونكتشفوا المات زينه. احنا وصلنا للطريق للدار. النهار داز زويون بزاف، البحر كان زوين، الجريده كانت زوينه، كلشي كان زوين الحمد لله. دابا راجعين للدار نقصيو ونرتاحو حتى الغدا ان شاء الله. احسن حاجه بعدا كتعجبني في الرجوع هي الطريقه هذه.